وقال اكثر من 20 سنه باقي سوق الجمال ده، وهنا في جمال بالصلاه على حضره النبي على جميع الاشكال، مغربي ورشيدي وكناني وصمالي ومن كل انواع الجمال، اللحمه والجنايه والنياق الوالده والنياق العشر واللي انت عايزه. أسعار الجمال بتختلف حسب اللحمة بتاعتها وإيه والصنف بتاعها، يعني الجمل لحم الجمل البشاري غير الجمل المغربي غير الجمل البلدي غير الجمل الربيع غير الجمل الجلبي كده يعني، والأسعار بتبدأ مثلا كلام من 30,000 وأنت ماشي لحد 100,000. السوق ايامه دلوقتي شغال على طول، الايام دي الاسعار حلوه عشان خاطر في ناس كتيره بتخش تاخد جمال ضحيه وكده، يعني الجمل يزيد له 5 6000 جنيه في العيد كده.